طارق نوقا مناضل حقوقي ونقابي، نتواجد اليوم في هذه المسيرة الشعبية الوطنية هنا بالعاصمة الرباط لنوصل صوتنا الحر إلى جميع الفلسطينيين، جميع الأشقاء في الدول العربية وفي فلسطين وفي غزة خصوصا، ونقول لهم أنكم لستم لوحدكم، نحن نقوم بما قدرنا الله عليه، نقوم بإعلاء صوتنا رفضا للتطبيع الذي تنهجه الحكومة المغربية، ونقول أن حان الأوان ليتخذ العقلاء في هذا الوطن القرار المناسب بإلغاء التطبيع. للأسف هناك عدة دول سحبت سفراءها وأغلقت مكاتبها وأغلقت سفارات الصهيونية ببلدانها، ونقول أن من الواجب أن يتخذ العقلاء على وجه السرعة هذا القرار الآني لوقف التطبيع. نحن رافضون ونلاحظ هذا التضامن وهذا الحشود التي حجت من جميع المدن هنا إلى الرباط للتعبير عن رفضها للتطبيع، لأن هذا التطبيع وخصوصا أن المغرب يطبع حتى عسكريا مع الكيان الصهيوني، نقول أن هذا التطبيع يعطي للكيان الصهيوني شرعية لقتل المزيد من الأبرياء. ولا بد للإشارة أن الصهاينة حينما يقتلون الأطفال أنهم يعني بدافع ديني أولا، لأن في كتبهم المحرفة في توراتهم كلما قتلوا طفلا وكلما قتلوا مسلما أو غير يهودي فإنهم يحصلون على أجر، يعني المشكل هو مشكل ديني بالأساس. لذلك وجب على العقلاء في العالم كله من الأحرار ومن العرب ومن المسلمين يعني اتخاذ جميع الأشكال، ونؤيد الموقف اليمني الرجولي والبطولي لدعم إخواننا في فلسطين وبعض الدول الأخرى، وتحية نضالية لجميع المناضلين والمناضلات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسيرة احنا جينا كنعبروا على لإخوان ديالنا الفلسطينيين، علاش؟ لأنهم طب الله عز وجل يوفقهم وينصرهم، لأنه هاد الميريكان غاصبة هي والإخوان ديالنا تاخذوا علينا، ونخلو عاد للإخوان الفلسطينيين نطلب الله عز وجل ينصرهم ويأيدهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم كشعب مغربي نازلين إلى مدينة الرباط العاصمة في مسيرة مليونية منظمة من طرف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع. اليوم الأحد 23 دجنبير 2023 للتعبير بقوة عن تضامننا كشعب مغربي مع الشعب الفلسطيني البطل ومع مقاومته الباسلة سواء المدنية أو المسلحة. ومن جهة أخرى احنا خارجين اليوم لنصرخ بصوت عالي وموحد من اجل اسقاط التطبيع المخزني المخزي للنظام المغربي المتصهين، التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم. نحن نقول للنظام المغربي اغلق ما يسمى بمكتب الاتصال ديال الكيان الصهيوني، وقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية وجميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. نحن ضد التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني. نحن مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل طرد الاحتلال الغاصب، الاحتلال الجبان، الاحتلال الذي أظهرت المقاومة المسلحة الباسلة للشعب الفلسطيني على أنه احتلال وكيان فاشل جبان ينهار يتلقى الضربات اليومية من طرف أبطال المقاومة المسلحة الفلسطينية. فلسطين ستتحرر وفلسطين ستستقل، ونحن هنا من أجل دعم الشعب الفلسطيني لنيل استقلاله الوطني
وبناء دولته المستقلة الديمقراطية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وإجلاء الاحتلال عن كل فلسطين من النهر إلى البحر.